حضرتك لعبت في وقت كان فيه مواهب كبيره جدا في الهجوم، مين اللي كان المهاجم اللي كابتن مدحت بيعمله الف حساب؟ على فكره انا وانت لسه 76 موسم 76 77 انا كنت في طنطا، انا جيت النادي الاهلي 78 76 77 انا كنت مهاجم وكنت تاني هداف الدوري بعد الخطيب واسامه خليل. طب يعني انا ما غلطتش في المقدمه الاخيره كابتن هاني؟ الخطيب واسامه خليل 13 جول في الدوري. انا كنت جايب 11 جول. بتلعب في طنطا؟ بلعب في طنطا مهاجم. مهاجم اكيد. فلما خدوا منتخب مصر اصحابي وحبايبي بوب الله يرحمه والكابتن مسعد نور واللعيبه بتوع الاقاليم قالوا لي بص بقول لك ايه، انت جايب الشنطه هنا مع منتخب مصر، خلي الشنطه جاهزه لان هم هيكملوا معاك بس في التدريب وبتاع، ولما يجوا يختاروا هناخد القطر تاني راجعين ايه على بورسعيد وطنطا وبتاع. مش هتلعب. فانا دماغي والف سيف لازم العب منتخب مصر. فاجي ادور على الاماكن، الخطيب وعلى ابو جريشه ولعيبه الاماكن مشغوله وكل الاماكن، مصطفى عبده وعمر عبد الله، اسامي خياليه، اسامي ما تقدريش واسامي ونجوم ايه، نجوم مصر كلها. فقعدت ادور على الاماكن كده لغايه لما لقيت ترجع فاضي شويه، الوحيد اللي فيه اتنين بس لقيت فتحي مبروك وجوه الصغير. فقلت انا رحت الدكتور حنف مختار كان ماسك المنتخب، قلت له انا بلعبك، انا باك شمال. قال لي يا ابني انت هداف. قلت له هداف ايه؟ ده ال 11 جول اللي انا جايبهم حاضن الجول وداخل وبتاع ده كلها بالعافيه وبالزق يعني. انا انما اساسا انا باك ليفت، انا عاوز العب وخلاص، عاوز يعني امسك في مكان ولعبت باك ليفت. من ساعتها انا لا كنت لا باك ليفت ولا عمري لعبت باك ليفت، بس ومن ساعتها مين برضه لعبت منتخب مصر باك ليفت، وبعدين النادي الاهلي خدني على باك ليفت مشيت. وبعدين هي النادي لما انا هقول الحقيقه لا غريبه قوي، مش رايت يعني غريبه. اكيد اللي انا كنت بلعبه كان اشول. لا 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 خالص، كمان يعني انت مش اشول وراحت، طب مش اشول. لا لما تروح ناحيه اللي بيه، هو انا هقول لك اللي حصل ما كانت مليانه ناحيه اليمين. اللي حصل انا قلت اختار مكان العب فيه، عاوز العب. ولما رحت النادي الاهلي كمان كان اللي عندنا على فكره يعني طول ما النجوم بتوع النادي الاهلي زي ما قال السهام، كان عندنا كوكبه الاسامي كلها تهد جبال، عندنا الخطيب وعندنا زيزو وعندنا طاهر الشيخ ومصطفى عبده ومختار ومحمد، اسامي كبيره جدا. فاحنا كنا في خط الديفنس يعني، في احنا كنا ساعات بتجيلنا ماتشات بيجيلنا برد يعني، انا بيجيلي برد في الماتش عشان حد بيجيلي انت واقف ورا يعني، بشوف بقى لما انت بتلعب كوره بيجيلك برد وما كانش حد بيجي، ما هو انت عندك خط وسط وخط هجوم. ما كانش زمان الدفاع بيتقدم، يفضل مكانك لغايه ما تدافع. الفرقه كلها بتيجي قدامك انت قدامها مكبوسه على طول، في ستريس عليها، عندك خط هجوم خيالي وعندك خط وسط خيالي يعني. اللي كان بيجي عندنا في ال 18 كان بيجي لنا فسحه يسلم علينا ويرجع، ما كانش يعني ما كانش فيه ضغط. فكنت انا على طول الكره اللي ما بتجيلي بكمل انا في الهجوم. فابتدى نجيب مستجاب وقال لك الطريقه الرمضانيه والظهير العصري، وانا لا ظهير عصري، انا كنت بلعب كده لان دي طريقه انا مهاجم اصلا فبجري بالكوره. فلعبت كده ولعبت في الدفاع بالطريقه دي. فهو ايام الشبكه العذراء بقى. وكنت مميز الحقيقه. احنا كنا كابتن محمد كان قعدته قد ايه الشبكه العذراء يعني؟ موسم كامل. موسم كامل الشبكه العذراء، عشان كده سموها الشبكه العذراء. تخيل انت مفيش حد جاب جول فيها الا واحد في دمياط كوره اللي هنا بس كده من اخر الدنيا كده يعني، بس هدف واحد. لا احنا كان عندنا انجاز يعني كبير، وبرده انا صعب يتحقق دلوقتي يعني. برده في حاجه احب اذكرها برده يعني، ان جنحه كورونا اللي احنا فيها دلوقتي اثرت بالسلب برضو على الفرق الجماهيريه اللي هي الفرق ذات الشعبيه الجماهيريه زي فرقه النادي الاهلي او اي فرقه في اوروبا، في اي فرقه كبيره لها جمهور، لها جمهور ولها شعبيه طاغيه. احنا الجمهور عندنا في النادي الاهلي كان بيمثل اللاعب رقم 11 او اللاعب رقم واحد كمان، مش رقم 11، رقم واحد. الجماهير هي اللي كانت بتدي الحراره للعيبه اللي موجوده، كانت بتدي لهم الحماسه، بتدي لهم الدفعه. احنا افتقدنا العمليه دي ودي وبعذر اللعيبه دلوقتي بتاعت النادي الاهلي اللي كانت متعوده تشوف ال 100,000 متفرج بيتفرجوا عليها.